سيداتي، آنساتي، سادتي، أهلا وسهلا بكم. أدري الريفي معكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم نتكلم فيها على هذه المظاهرات الحاشدة المليونية كما يحب البعض أن يسميها لمساندة إخواننا الفلسطينيين في محنتهم الحالية. ولكن قبل كل شيء أطلب من مسامعكم، أطلب منكم الدعم لهذه القناة، لأنه بدون دعمكم لا فائدة من أن نكمل هذا المشوار. إذن جراء هذه الحرب الدائرة الآن في غزة ومحيط غزة وفي داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية، يحب المغاربة كجميع الشعوب الإسلامية إظهار المساندة الكاملة لهذا الشعب لنيل حقه اللامشروط، حقه في الوصول إلى دولة عاصمتها القدس الشرقية في حدود حرب 67. هذا شيء جميل، ولكن يذكرنا كما هي العادة، في كل مرة يأتي رمضان، في كل عام يأتي رمضان وتملأ يعني المساجد على آخرها، ليس هناك ولا شبر واحد مربع لتجده لكي يعني تصلي التراويح، وبعد رمضان تخلى المساجد من المصلين كأنه لم يقع أي شيء أو لم يحصل أي شيء. ونفس الشيء ينطلي على كل مرة تقع فيها حرب ما بين حماس وما بين الجيش الإسرائيلي، إلا وتصيب الشوارع العربية والإسلامية غليان كبير، وتمر حربك يعني وترجع الأمور إلى يعني مجراها الطبيعي كأن شيئا لم يقع. إذا هناك حالة غليان temporaire، يعني حالة غليان ومن بعد ذلك كأنه شيء لم يقع. لكن الذي هو، أنا لا أتكلم على ما يقع في الشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية أون جنرال، ولكن أتكلم على حالة المغرب، وهذا ما يهمني، حالة المغرب حاليا. إذا لما يقوم هؤلاء المتظاهرون ويسمون مظاهرتهم بالمليونية ويفتخرون بأنها أبانت للعالم كله على غضب الشارع المغربي، هذا فيه نوع من المبالغة وفيه نوع من السذاجة السياسية، سذاجة كبيرة جدا. فلنا الحق في التظاهر، لنا الحق في أن نعبر على حزننا أو على تضامننا مع الشعب الفلسطيني، لكن بالطريقة التي تجري بها هذه المظاهرات تذكرنا وكأننا نعيش في إيران أو نعيش في باكستان. فكل يصرخ وكل يذكرنا بأنه نحن ضد التطبيع بربكم. هل هذا كلام يقال؟ هل هذا كلام يقال في دولة، نحن في دولة المغرب التي نعيش فيها حرب يعني امبوزي حرب امبوزي من بداية 73 إلى يومنا هذا؟ هل يعقل أن يصيب الذاكرة المغربية ويصيب الشارع المغربي واحد لامنيزي، واحد نسيان، أو أسميه مسمي يعني
ببساطة أسمي غباء، غباء سياسي، غباء سياسي. هؤلاء الناس الذين يقولون بأنهم ضد التطبيع، هؤلاء أكبر خطر، أكبر خطر على البلاد. لا هم لهم، لا هم لهم. هم عندهم يعني واحد لاجندا خاصة، فكرة الأمة الإسلامية، فكرة الخلافة الإسلامية، فكرة التضامن الإسلامي، فكرة، وينسون بأن المغرب، إحنا في المغرب عانينا وما نزال نعاني من هذه الحرب التي فرضت علينا من طرف الجار الشرق. فالملك، الملك محمد السادس لما يعطينا الحق يعني في التظاهر، ليس معناه أنه تضع مصالح الأمة المغربية في خطر. لا يمكن، لا يمكن بأي سبب أو أي أرجيمون أنك تقول لنا بأنه نحن ضد التطبيع ونحن مع إخواننا الفلسطينيين، ولا حاجة لنا لا بأمريكا. غباء، 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 غباء. هادو الناس لا يدرون بأنه هناك مئات من الجنود الشهداء الذين سالوا دماءهم في مصلحتي وفي الدفاع عن هذا البلد. نسوا، نسوا ويتناسون، ويتناسون بأنه الدولة التي تصرخ يوما، كل يوم صباحا ومساء بأنه هذه الدولة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ونراها ماذا تفعل، فهي تفعل كل شيء إلا هذا، تفعل كل شيء إلا هذا. يعني غريب، غريب جدا. فهم يحبون الشعارات ولكن يضربون وبمصالح، يضربون المغرب من الظهر، مغرب من الظهر. على أي حال، أنا بصراحة غير متفق، أنا غير متفق تماما مع تصريحات وزير الخارجية المغربي الذي قال بأنه المغرب يدين الاعتداء على مدنيين من كل، من أي جهة كانت. جميل، هذا كلام يتفادى أو يداهن الجانبين، الجانب حماس والجانب الإسرائيلي. ونحن نعلم جيدا بأن حماس هي التي خلقت هذه المشكلة، ليست لم تخلق مشكلة غزة، ولكن هي التي أوقدت هذه الحرب. هل كان من الضروري المساس بنا بسكان المدنيين؟ أكانوا مجندين أم غير مجندين؟ لكن لا يحق لك أن تهاجم هذا الدين. لا يمكنك أن تهاجم شخصا لم يعتدي عليك يعني مباشرة، لا 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 لا، غير معقول. فعوض الهجوم على الجنود، هاجموا المدنيين، فأعطوا مرة أخرى أكبر هدية للجهة المتشددة، الجهة المتعصبة من المجتمع الإسرائيلي أو من المجتمع اليهودي. أخبت حزب في إسرائيل، وأخبت شريحة من المجتمع الإسرائيلي، هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بأكل أرض فلسطين بكاملها، تهجير الفلسطيني بكامله، تدمير الأقصى، بناء الهيكل. هؤلاء أكبر خطر على السلام وعلى السلام العالمي، ليس فقط السلام في المنطقة بل على السلام العالمي. ولكن أعطيتموهم أكبر هدية ما كانوا ينتظروها. على أي حال، على أي حال،
كما قلت لكم، أنا غير متفق مع السينبوريتا في هذه النقطة، لأنه كان لازم عليه أن يقول بأنه غير متفقين بهجوم حماس على المدنيين، غير مقبول. يجب أن يكون كذلك بصريح العبارة، بصريح العبارة، بصريح العبارة، لأنهم مسؤولون على موت 5 آلاف تقريبا شهيد فلسطيني مقابل 1000. يعني كل روح إسرائيلية تساوي حاليا، أول الحساب لم ينتهي، لأنه حرب يعني بطريقة مباشرة ما زالت لم تبتدئ. فحاليا روح واحدة إسرائيلية تساوي 5 أرواح من الفلسطينيين الأبرياء، الأطفال والشيوخ والنساء، وهؤلاء عملوها واختبأوا تحت الأنفاق، هل كان ضروري أن يفعلوا ذلك؟ فالموضوع اليوم ليس هو هذا. فالمغاربة عندهم مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، أنهم يحبون لما وسائل الإعلام تتكلم عليهم ويفتخرون بأنه يعني مظاهرة فيها 1,000,000 شخص يعني غاضبين، ولكن مصلحة البلد الآن شيء آخر. المغرب له، كما قال صاحب الجلالة، قال المغرب له كوميونتي أصلها مغربي في هذه الدولة تقارب 1,000,000 وأكثر من ذلك. المغرب يريد أن يؤثر على هذا الصراع بطريقة سلمية، ويقارب النظريات ويقارب الآراء للتوافق على حل سلمي وليس حل عسكري. فالمغرب ليس بأحسن من السعودية، وليس أحسن من قطر، وليس أحسن من دول الخليج الذين يعملون هذا الشيء. فلماذا هذا الغليان ومطالبة بوقف التطبيع، علما بأنه صاحب الجلالة فقط يعني كان باستطاعته أن يقولها يعني بكل صراحة، ولكن تجنبا لكي لا تفهموها غلطا، قال هذا التطبيع مع دولة إسرائيل هو بالأساس لظروف سياسية قاهرة، عقلانية. ولكن المغرب لم ينسى القضية الفلسطينية، هكذا كان الكلام، لم ينسى القضية الفلسطينية. فهذا التطبيع الذي تطبلون بأنه يجب القطيعة معه، هذا أكبر خطأ سياسي تعملونه، تحسنون بأنكم تفعلون شيئا جيدا، ولكن في الخطأ، ولكن في الحقيقة هو أكبر خطأ عملتموه. فحتى حتى أنه خروج رئيس المكتب الإسرائيلي من المغرب مؤقتا، هذه كذلك كانت خطأ، لأن المغرب كان باستطاعته أن يوفر الحصانة لهذا المكتب ولأفراد هذا المكتب، ولا أعتقد بأنه أي واحد كان يود أن يمس هؤلاء الأشخاص. فنحن نرسل إشارات خاطئة إلى الإدارة الأمريكية أولا، ثم إلى السياسيين في إسرائيل بالدرجة الثانية. خطأ جسيم، خطأ جسيم. يسعدون، سوف تسعد الدولة المجاورة إذا قطع المغرب هذه العلاقات معه، سوف يسعدون، سوف يسعدون، وسوف نعود إلى الوراء، إلى نقطة الصفر. ما معنى إلى نقطة الصفر؟ سنعود إلى الضغوطات التي تمارسه فرنسا كلما حان الوقت في مجلس الأمن التصويت. فسوف يحاولون بشتى الأمور أن
يرجع فرنسا إلى مكانة الأولى بالضغط على المغرب، والاتحاد الأوروبي كذلك بالضغط على المغرب. فالمغرب وجد أحسن مخرج وأخرج أحسن وسيلة للخروج من هذه الضغوطات، ووقع على استرجاع العلاقات مع دولة إسرائيل. وكان المساج يعني كان يعني شفافا، كان شفافا. ولكنكم تفسدون كل شيء، تفسدون كل شيء، تظنون أنفسكم بأنه بهذا الغليان سوف تكونون أحسن من الفلسطينيين أنفسهم. هل أنتم أحسن من الفلسطينيين؟ هل أنتم من أوقف معبر رفح طوال العام كله؟ هل أنتم سبب هذه النكبة؟ أفكركم، أفكركم للتذكير فقط، للتذكير فقط. تظنون أنفسكم بأنه أنتم المدافعون على كل قضايا المسلمين. أنتم على خطأ. سياسيا أنتم أغبياء. المغاربة سياسيا أنتم أغبياء. وقعنا في الخطأ مرارا ومرارا، ولكننا ما زلنا لم نتعلم ولم ننتبه. ماذا فعلنا في السابق؟ السلطان المغربي الله يرحمه يتجه شرقا لكي يجابه الفرنسيين لمساندة إخواننا في هذا البلد. ماذا جنيناه منهم؟ قولوا لي ماذا جنيناه منهم؟ كم من شهيد مات من هذه البلاد في سبيل هذه القضية؟ كم؟ ماذا جنيناه منهم؟ انظروا، انظروا ماذا جنيناه منهم؟ إلا السخط، وإلا الحرب، وإلا الدمار، وإلا تعطيل مسيرتنا التنموية. هكذا، هاو فعلنا كل شيء مع هذا البلد، فعلنا كل شيء، انظروا إلى النتيجة. فعلنا نفس الشيء بجنوب أفريقيا، فعلنا نفس الشيء بجنوب أفريقيا، وما جرى؟ هؤلاء أكبر المساندين لأطروحات تدمير المغرب. هذين البلدين ساندناهم، ساندناهم بحسن نية، لا أقول بحسن نية، بغباء سياسي، بغباء سياسي. عنا سوريا، مات جنودنا شهداء على هضبة الجولان، مات جنودنا في سوريا. وماذا فعلوا الآن؟ لأنه وقعت مشكلة ما بين هذا البلدين، لديهم يعني آراء مختلفة، نظرية مختلفة، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ انقلبوا على المغرب، نسوا كل شيء، نسوا كل شيء. هل نحن وصلنا إلى هذه الدرجة من الغباء؟ يعني نفس الفلسطينيين، شوفوا الليبيين، الليبيين المغرب يفعل ما في جهده لكي يصلح ذات البين ما بين هؤلاء الفرقاء المتناحرين في ليبيا. سوف ترون ماذا سيفعلون بعد ذلك، سوف ترون، سوف ترون، سوف ترون. المغرب خاص يدخل سوق راسه، ما يعاون حتى شي واحد، يعاون بلاده، والآخر يدبر روسه، يعني بكل بصريح العبارة، بصريح العبارة. إذا ما فهمتوش هذا الشيء، يان بروبليم، يان بروبليم. يعني قبل، فكيجيب لكم الله بأنه أنتم هو الشعب اللي غادي يدافع على العالم كله. الفلسطينيين بروسهم، الفلسطينيين بأنفسهم سوف يتنكرون لكم. وكم من مرة تنكر الفلسطينيون لقضيتنا؟ قضيتنا مش قضية شعارات، قضية وجود، قضية وجود، قضية دماء أسيلت، أسيلت لهذه قضيتنا الوطنية الأولى، دماء أسيلة، وهم يلعبون على الحبلين. على أي حال، على أي حال، أنا أقول بأنه لستم أحسن من الفلسطينيين،
ولستم بفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين بأنفسهم، ولن يحرر فلسطين لا مصريين ولا عراقيين ولا قطريين. كل هذا بوشت، كل هذا هراء وكذب على الدخول. الذين سوف يحررون فلسطين هم الفلسطينيون الداخل بأنفسهم، لا أحد غير، لا أحد غير، لا أحد غير. فالمغرب يجب أن يعترف بأن حماس هي المسؤولة على هذه الحرب، هي المسؤولة، هي التي أوقدت هذه، يعني سقطوا في الفخ. كيف لدولة، محيطة بكل ما يجري في القطاع، كل ما يجري في القطاع، لديها من جواسيس العرب داخل القطاع أكثر من جنود القسام، أكثر من جنود القسام. الشيخ ياسين بماذا مات؟ مات لأنه عربي وضع الديسك يعني لأنه يصله يعني بالساتلايت، وصافي صفت عليه، صفت عليه الله يرحمه، صفت عليه يعني صاروخ ديريكت طاف. أنت شكون؟ عربي. من كل أسبوع، كل أسبوع نسمع بأن إسرائيل واجهت ضربة موجعة وقتلت قياديا في القسام، في القسام كل أسبوع. من؟ كيفاش؟ من؟ بل أنفسهم، بل أنفسهم. أنا لا أعيب على فلسطين، أنا أقول بأنه الذي سوف يحرر فلسطين هم الفلسطينيين. وإذا كان الفلسطينيون يعتقدون بأن العرب لجانبهم هم مخطئون، هم مخطئون. الدول العربية كلها دول متناحرة متخلفة، متخلفة، لا تفكر في المستقبل، لها فقط مصالحها، وتستجيب لقرارات وتعليمات آتية من الغرب. ف حماس ولا حزب الله ولا إيران، لا، كلهم في نفس الكوفة، في نفس الكوفة، يتباهون باستعداداتهم، يتباهون بمقاتليهم، ولكن ماذا نجني؟ نجني شهداء وشهداء، وتدمير وتدمير وتدمير. من أعطاكم الحق؟ من أعطاكم الحق؟ من أعطاكم الحق؟ أنتم هم أكبر مأساة وقعت للفلسطينيين. حماس بأنفسها استولت على السلطة في غزة، وأعطيتم لإسرائيل، وسقطتم في نفس الخطة التي خططتها لكم إسرائيل، أنها تفرق ما بين الضفة الغربية وغزة. هناك حكومتان مختلفتان متناحرتان، ولعبتم نفس اللعبة، لا، لعبتم اللعبة جيدا جيدا جيدا. فلا يعقل لدولة مخابراتها تعد من أقوى وأعتى مخابرات العالم، ولديها من العملاء في داخل غزة الكثير والكثيرين، ويستعد لهذه المعركة التي قامت بها حماس، يستعدون منذ سنوات، يعني المظليين والركاب للدراجات وتدريبات لمجابهة يعني الجنود. كل هذا لا كل هذا لا يقام به تدريب لشهر أو شهرين، يعني تدريب يعني أخذ وقتا كبير، ولم تعلم به إسرائيل، ولكن أقول بأنه كانت تعلم به، وسقطتم في الخف. لهذا قال بنيامين، ماذا قال بنيامين نتنياهو؟ قال بأنه الآن الشرق الأوسط سوف يتبدل، سوف يتبدل، وبدأ يتبدل، لأن كل الدول الغربية تنكرت لكم، تنكرت لكم، وأعطتهم الضوء الأخضر لمحوكم بطريقة مؤدبة ومهذبة، الذي يمنع الدول الغربية من إعطائها الصك الأبيض شيكون بلون باش يمحوكم، وهو شعوب الدول الغربية، لأنه ما زال فيها شعوب يقظة، شعوب ما زالت تؤمن بحقوق الإنسان ولا تصدق ما يقال لها
في وسائل الإعلام. الآن وصلنا إلى درجة أنه من يقول فلسطين فهو يصنف في حالة الإرهابيين. هذا ما جنينا منكم، هذا ما جنينا منكم. ويأتي المغاربة يقولون لنا أوقفوا التطبيع، الله أكبر، هذه مؤسسات دينية أظنها الإحسان، جماعات الإحسان والإخوان المسلمين، من يريدون أن يفسدوا علينا الطريق الذي خططه الملك محمد السادس لإنهاء هذا الخلاف الذي استمر كثيرا والذي يعطل قافلة التنمية. أنتم هبلاء، أنتم مهابيل، أنتم أغبياء، سقطتم وتسقطون كل مرة في هذا الفخ. الذي يقع في الشرق يقع في الشرق، نحن لسنا مسؤولين عنهم ولا لدينا أي مسؤولية. عندنا شراكة، مغال فقط، مغال فقط فقط. ممكن لنا أن نتظاهر بطريقة سلمية كما تقوم بها المظاهرات في الدول الغربية. ناس يمشون في الشارع ويظهرون لافتات مكتوبة عليها مطالبهم، ليس فيها لا غليان ولا حرق الأعلام، لأنهم عادات بدائية، عادات بدائية. أصبحنا متعودين، الناس تشعل النار في الأعلام الأمريكية والإسرائيلية أو أي دولة أخرى ويمشون عليها بأحذيتهم. هذه المشاهد لما تمر على شاشات التلفزيون في الدول الغربية تخيفون بها الناس، تخيفون بها الناس. ومن بعيد لن تحصلوا على أي تأييد منهم لأنكم تظهرون بمظهر الوحوش وليس بني آدم، ليس بني آدم. التطبيع مع دولة إسرائيل يجب أن يتم، وليس من حق أي مختل عقليا أو ضعيف سياسيا أن يضع هذه العملية أن دوت، ولا أن يحاول أن يعرقلها. مصلحة البلد هي الأولى، مصلحة البلد هي الأولى. الدول الأخرى تنتظرون، وخصوصا هذا الجار ينتظر من المغرب أن يوقف العلاقات. ونرجع إلى نقطة الصفر، لا تكونوا أغبياء، لقد عملتم في السابق ما لم تعمله دول أخرى وشعوب أخرى في مساندة المستضعفين. وما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ حكومات وشعوب تعاندكم، وأصبحت من أكبر أعدائكم، أكبر أعدائكم. أعطيتكم الأسماء، أعطيتكم الأسماء، اذكروا التاريخ، اذكروا التاريخ. فكفانا، كفانا من هذا العبث، كفانا من هذا العبث. ولا تنسوا بأنه هذه الدولة لا يمكن لها أن تمشي في وأن تتخبط في هذه المشكلة لعقود وعقود وعقود. هذه المشكلة يجب أن تحل إما عسكريا وإما سياسيا، وإما سياسيا. وإذا كانت سياسيا فاتركوا الناس يشتغلون، واتركونا أصبح أصحاب القرار يشتغلون. ليس القرارات لا تتخذ في المقاهي، القرارات السياسية في المغرب لا تتخذ في المقاهي. والقرارات السياسية في المغرب خصوصا الآتية من الملك محمد السادس لا تأتي عبثا، لا تأتي عبثا. فلا تفعلوا خطأ.
فسيداتي آنساتي سادتي، أتمنى أن لا يفهم من كلامي أني أساند الهجوم على الشعب الفلسطيني. فنقول بأن الشعب الفلسطيني هو قادر وقادر أن يحرر فلسطين وأن يحصل على دولته، وهؤلاء الناس من الضفة الغربية قادرون على إنجاح قضيتهم، وليس محتاجين لأي خائن عربي من الخارج، أكان من قطر، أكان من السعودية، أكان من هذه الدولة، أو أكان من أي دولة أخرى. العرب لن يعينوكم ولن يرجعوا لكم دولتكم. الفلسطينيون هم أنفسهم قادرون بحل مشكلتهم بأنفسهم، ونحن ما علينا كما قلنا إلا أن ندخل بين أن يتدخل المغرب لتقريب وجهات النظر، كما فعل المغرب يعني في السابق. فاتفاقية أوسلو أو اتفاقيات أخرى كانت المغرب لعبت فيها دورا مهما جدا للتقارب بين وجهات النظر الجانبين، وحصلنا على اعتراف من الفلسطينيين لوجود إسرائيل واعتراف إسرائيلي لوجود الفلسطينيين. ولكن ليس من حقكم أن تضعوا هذه البلاد ودبلوماسيتها وأرضنا في خطر بسبب غبائكم السياسي. سيداتي آنساتي سادتي، كنت سعيدا بلقياكم، وإلى حلقة مقبلة. مع السلامة.